اللي بعده مصطفى يونس ومحمود الخطيب. انا بحب الكابتن محمود الخطيب جدا، وطبعا بنتمي للزمالك وبحب الكابتن، وانا كمان بحبه الكابتن ايمن يونس طبعا، لكن كابتن محمود. بس انت في صف مين بقى بغض النظر؟ انا بحب مين وانت المشكله بتحب مين؟ يعني المشكله اصلا يعني المشكله يعني بص انا مش عارف المشكله. اكيد عارف المشكله ان الكابتن مصطفى بيهاجم على طول كابتن الخطيب. طب هو بيهاجم الكابتن محمود الخطيب كقيمه الكابتن محمود الخطيب ولا عشان رئيس نادي الاهلي؟ لا بيقول ان هو مش ابن النادي اصلا كابتن محمود الخطيب، لان هو كان جاي من نادي تاني. طب انا مع كابتن محمود الخطيب بقى عشان ما تقولش ان انا مع الزملكاوي. انت هتزعل ناس كتير. لا لا ناس بتحبني وعارفه على فكره كابتن محمود الخطيب انا بحب طول عمري بقول يعني الكوره كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته على فكره. نروح للفقره اللي بعدها. يلا بينا. ممكن او لا يمكن هقول لك على حاجات سريعة كده هتقول لي ممكن أو لا يمكن. ماشي. اتفقنا؟ اتفقنا. تعيش مع ست بدون زواج. يعني إيه؟ لا مش عايزة يعني ولا تشرح، ممكن أو لا يمكن. هعيش على فكرة، ما عنديش مشكلة. ممكن. بس يعني أكيد أكيد إن أنا بك يعني هعيش معاها من غير زواج؟ لا لو سمحت من غير مبررات. ممكن. لو عايزاها كده أقول لك ممكن. ممكن؟ أه. ده انت ما اتعلمتش حاجه خالص. لا اقول لك من محنتك اللي كنت فيها. تشتغل في نادي الاهلي ممكن او لا يمكن؟ لا لا يمكن. صالح مراتك الاولانيه وتتجوزها من جديد ممكن او لا يمكن؟ على فكره احنا مش مختلفين، احنا علاقتنا كويسه جدا بالنسبه لي، بس لا يمكن. ممكن او لا يمكن؟ لا يمكن. بس انتوا منفصلين. لا يمكن، لا يمكن عشان حاجه واحده بس. بعيد بقى عن اي حاجه، لا يمكن الست بالنسبه لي اللي ترفع قضيه اللي تطلع تهاجم اب ما تعملش حساب بكره، مش عشان عمرو بقى، عشان خاطر تربيتك وعشان خاطر ابنك. طب والتانية؟ التانية ممكن بنت التالتة ترجع لها تاني؟ ممكن. ممكن؟ لو في يعني لو في الزمن بالنسبة لي ممكن. تعيد تجربة التمثيل أنا ممكن مرتبط دلوقتي أو لا يمكن؟ على فكرة. أنت مرتبط دلوقتي؟ مرتبط. خفت ها؟ لا ما حسيت إن هيتوفى قرصين في الحلال. لا فقلت أنا قلت ممكن على فكرة. لا تزعل التالتة. قلت ممكن على فكرة، صح؟ ما قلتش لا. تعيد تجربة التمثيل ممكن أو لا يمكن؟ ممكن طبعا. تتخانق مع حد وتعوره ممكن او لا يمكن؟ انت عايزه ممكن او لا يمكن على طول صح؟ بص انا بطبيعتي على فكره انسان مسالم جدا، بس الا الكرامه بالنسبه لي او الا ان انت تتكلم في اعراض لمجرد ان انت شايف نفسك عليا. انا جد عندي حاجه في حياتي ما بحبش البني ادم اللي يقف لي راس براس، فاهمه ازاي؟ اللي هو يحسسني اللي هو انا قادر عليك، لكن هو لو عمل لي كده انا اول واحد ممكن اخده في حضني او هسيبه وانزل، او ان انا نفسي ممكن انزل وارجع تاني انا اعتزله على فكره. ممكن او لا يمكن؟ اذا قد يعني اذا قد الامر ممكن اموته، مش اعوره. تحب تلف بالكوره كتير يا كابتن؟ لازم مهاره مطلوبه.